مشاهدينا دائما يعني رمضان فرصة للفنانين بأن يثبتون لخلينا نقول جماهيرهم ومتابعينهم بتجددهم وتنوعهم وتبنيهم لقضايا مختلفة. وبعض الفنانين ممكن يكرر نفسه في بعض المسلسلات، لكن يوم ضيفنا تبنى قضية جدا مهمة، قضية التنمر، تبنى قضايا مختلفة ومتجدد دائما بخلينا نقول حضوره للمسلسلات الرمضانية وأيضا المسرحية. لذلك باسمنا واسمكم نرحب بضيفنا الفنان يعقوب عبد الله، عيدك مبارك. أيامك سعيدة، أهلا وسهلا فيكم وشكرا على المقدمة. هذا يعني أقل شيء ممكن قدمه، يستاهل أكثر. الله يخليك. طبعا بالبداية أحب أقول لك عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير. كل طول الحلقة بعايد عليك. شخصية خالد. إيه خالد. أبدعت فيها هالسنة. الله يسلمك. كلمنا عنها شوي. والله شوف، هو الدور يعني أنا أوجه تحية حق الدكتور حمد الرومي. يستاهل الدكتور. إيه أمانة هو كلمني قال لي في دور كان عنده وجهة نظر يخاف إن أنا كون المساحة أيه. إني ما أقبل يعني ولا هذا، وقال لي قضيتها عن التنمر يعني. فقلت له أنا أوكي، ما همني يعني المساحة كثر ما أنا أمثل هذه القضية وأطلعها حق العالم كل تفاصيلها. وأمانة يعني كتابة جميلة، قدم محتوى بالنص جميل، والأستاذ منير طبعا ما قصر بتوجيهاته وثقة أم طلال فيني أن أنا أسوي هذا الدور، لأن هذا الدور إحنا في مرحلة أو في زمن محتاجين نحافظ على عيالنا. صحيح. محتاجين نحافظ على شخصيتهم وإبداعهم. التنمر هذا اللي يمارس مرات بالبيت يمارس يعني بين الأهل، يمارس بغلط، طريقة خاطئة، في المدرسة، وشلون أثر على الإنسان في قراراته في المستقبل. هذا التنمر لأنه راح يأثر على كل قراراته في الحياة، كل قراراته في نموه وفكرة، لأنه عقد. طيب أنا بوقف عند هذه النقطة بالذات. قبل أن أتكلم عن أعمالك بتكلم عن هذه القضية. الحين ما بيندش في جدال أن في فنانين يقولون الفن ما هو رسالة، أنا بأخذ خلينا نقول وجودك اليوم بأن أنت تتبنى هذه القضية، إذن الفن رسالة، احنا متفقين. طيب اليوم انت خذيت قضيه التنمر وقاعد تتكلم ان احنا عندنا جيل ويحتاج بان يكون نكون واضحين معاه ونحل هذه القضيه. انت خذيتها على جزئين ان اصح التعبير، او انك ثبتها اكثر من خلال المسلسل وايضا مسرحيه يوتيوبر اللي تنعرض في العيد. بالضبط. تمسكك بهذه القضيه، هل هي تمسك بالنسبه ليعقوب عبد الله الشخص التربوي بحكم مهنته كمدرس، يعقوب عبد الله الفنان، يعقوب عبد الله الانسان، لان انت تمسكت فيها وما ما نظرت فيها. للمساحه اللي معطيك اياها الكاتب. بالضبط، انا مؤمن فيها. انا يعني حتى بالمسرحيه يوتيوبر اللي معي كلهم شباب. صحيح. وهم مساحتهم وهم اكبر مني. انا على قولتهم جايبيني الثقل حق العمل. القضية هذه أنا ما يهمني المساحة كثر ما أنها توصل الرسالة وتركز عند المشاهد الفكرة. بالضبط، لأن لازم ينتبهون عليها من جهات حكومية، خاصة وزارة التربية، من الأندية، من اللغة اللي قاعد تصير. يعني إحنا زاد التنمر أو وضح أو شفناه. صحيح. من خلال السوشيال ميديا. بالضبط. اي انا قبل السوشيال ميديا كنت اشوفها، انا كوني مدرس اشوفها برض الواقع، برض الواقع وزاره التربيه، وللاسف يمارس للمتعه يعني الوناسه. يعني الطرف المتنمر قاعد ياخذ انه يستانس او يضحك او انه اثبات وجود بالنسبه له. اي بخلي الاضواء علي، هذا احسن مني بس بخلي الاضواء علي. صحيح. يعني احسن مني مو شرط فكريا، شكله. بالضبط. يعني كنا هذا ماخذ قرار او انه وضعه كذي، هلا كذي، ما شنو، ليش تتنمر علي؟ صحيح. يعني سوري، يعني سواء من فوق او من تحت. يعني احنا عندنا تنمرين، يعني في اللي حاس انه ناقص حيل يتنمر، واللي حاس انه عنده وايد يتنمر على الناقص. صحيح. فقاعد يدمر. فانا وجودي بالعملين امانه، انا حتى يوتيوبر موافقتي معاهم ان كان الموضوع انه ضد التنمر. يعني امانه شدك الموضوع مره ثانيه؟ شدني الموضوع مره ثانيه، كنا يعني تساهم من رب العالمين ان هذه القضيه
مثلها يا عقب كونك انت تربوي يعني على الاقل سو مسج، سواء وفقت او لما وافق انا بادرت اني انا اخسر وايد اشياء معنويه وخلينا نقول حتى ماديه علشان هذه الرساله. وصلت الرساله في عملك برمضان، ردت فعل الجمهور اتوقع كانت دليل لهذا. بالضبط بالضبط، الناس وايد تفاعلت مع القضيه وفئه المثقفين تفاعلوا مع الموضوع وخاصه مع العمل، لان في جوانب انسانيه. صحيح. انسانيه اللي هي التعايش. بالضبط، احنا في زمن العالم كله اصبح واحد خاصه بالسوشيال ميديا. صحيح. لازم نتعايش مع بعض، لازم نفهم سلوكيات المجتمعات الاخرى ونتقبلها كونها هم عايشين معاها عمر، لاني فجأة شيء شنو هذول أغبياء ليش يسوون كذي، لازم صحيح. تتقبله. صحيح. وهم قاعد يتدخل بتصرفاتك، أهم شيء التعامل الاحترام. بالضبط. كونك مثل ما تفضلت إن أنت في مجال التربية ومدرس تربوي، هل صادفت موقف قدامك في تنمر وحاولت إن أنت يعني؟ إيه وايد والله. شوفي أنا أول سنين لما دشيت أنا التربية في مدرسين يتنمرون على الطلبة، وفي طلبة طبعا هذه موجودة ودائرة يعني، بس المشكلة قلة من أساتذة الخدمة الاجتماعية والخدمة النفسية أن يلتفتون حق هالموضوع، لأن الإدارة بيدها كل شيء والمنطقة بيدها كل شيء. مرات لما يسعون أن يوقفون هذا الشيء يصير تدخلات من قبل المنطقة ومن قبل أن طخطخوا السالفة بين الطلبة وخلاص حلوها، تتدخل الواسطات ما يدرون شنو أثرها على الطالب هذا اللي تم التنمر عليه أو أسرته، يعني كونها أسرته أخذت موقف. بس هذا الإجرام مو حقيقي، يعني إجراء يعني اللائحة أساساً مات العقوبات في التربية لازم تراجع. صحيح. لأن ما منها جدوى. يعني انت تدري انت لما تحط لائحه ولا شيء انت تشوف الجدوى، يعني هل في جدوى منها خلال 5 سنوات لازم تغيرها. صح. الامور عندنا تغيرت حيل. انا اول ما بلشت كنت تدري في طلبه كانوا يعني ممثل يحبون السالفه فيبون مسرح ويبي يشاركون. بالضبط. صارت في مشاركه على مستوى الكويت بالمدارس. فكان عندي 2 أسبوع يولي الطلبة قبل ما يولي الإدارة أن كلموني أستاذ نبي نسوي مسرحية نبي نشارك نبي نسوي كذي. قلت لهم أوكي. كلموني الإدارة ما عندهم نص، اضطريت أني أنا أبحث على نص من المسرح العالمي. حلو. هم عشان أثقف الطلاب. صحيح. عشان يعرفون هذا النص من وين ياهم. بالضبط. فأخذت من الأدب الروسي حق تشيخوف مسرحية من فصل 1 وكنت أدربهم، فكنت أخذهم من حصصهم في لحظة من اللحظات. أنا دائما أدربهم وقت الحصص يعني الفرصة، ودش حصة يعني خاصة البدنية. دش مدرس قبل ما أنا أوصل لقيته قاعد، يلا يلا قوموا ضحكونا، إيش قاعد تسوون إيش تمثلون من دور المرأة صيبة. فأنا لما دشيت الطلبة ساكتين شي يعني منحرجين يبتسمون ابتسامة، وهذا يلا يا أنت اللي بالإذاعة. اول ما دشيت قلت له عفوا انت ايش عندك هنا؟ اطلع برا. انا اطلع برا؟ انا مدرب؟ اطلع برا، انت ما تستحق انك تكون موجود هنا، من دخلك؟ لان ما احس بقيمه العمل اللي قاعد يسويه. انا اي واحد يدش مكان ما يحترمه يطلع برا. او هو ما يدري ان بكلامه هذا هو قاعد يجرح بس بدون ما لا يقصد. وهو خلينا نقول الاستاذ هذا يعني والنعم فيه يعني، بس خلينا نقول ان كانت خبرته بالحياه وخبرته بالامور هذه ضعيفه اثرها، يعني لانه هو اساسا هم كان يتنمر على مدرسين. وبعد فتره يعني صار خلاف بين مدرس ومدرس وطق وما ادري شنو، يعني انا حسيت ان الحاله اساسا هي قاعده تنتقل من الاطفال الى الكبار. صحيح. ومن الكبار للصغار احنا نتنمر واحنا ما ندري شنو طالع هنا يطلع يتكلم، يا انك تنتقد علميا لا تقعد تروح من هذا الشيء سخيف ما شنو هذا، ترى الولد ياخذها اخذ الحجه روح طويهك. صحيح. والناس يعني ما ادري يعني هي الفتره الاخيره بعد سوري قطعت الفتره الاخيره بالسوشيال ميديا قمنا نشوف وايد موضوع التنمر اي بطوله يعني لدرجه انه صار في ناس
انا قبل فتره قريت واحده انتحرت بسبه انه قاعد يتنمرون عليها بالمدرسه. على فكره هذه الموجه موجوده على مستوى العالم، مدام يعني الدول الثانيه صار عندهم انتحار باعمار اللي هي المراهقين تينيجر، وانتم تشوفون حتى يمكن في امريكا حادثه ان طالب يدش يرمي طلبه زملائه. صحيح. ترى هذا مرد حق التنمر اللي هو ما حد يدري عنه، خاصه بين الطلاب، لان هذا خلاص سلوك يكون شاف الحل اللي عنده، يمكن واحد من اهله ما شنو قال انا اروح امسك السلاح ارميهم. صحيح. فهذا اخذ الفكره. يعني وايد ناس يقطون الموضوع على الجيمز، مو الجيمز كثر ما انت تراقب. بالضبط، تراقب وتحل هذه المشكله. بالضبط. او هذا السلوك، والسلوك وانت الفاظك، لان ولدك مقلد لابوه. صحيح. الطفل مقلد لابوه وامه. بالضبط. صح. اقرب ناس له، يعني حتى بقعدتهم، حتى ما شو تقولون والله اوه يشبه ابوه، يقلده بكل شيء. صح. فالابو اذا متنمر راح يتبنى هذا السلوك الولد، وممكن انه يساعد فيه. بالضبط. وانا اهم عندي في نقطه انا وايد الاحظها، يعني في بهات خاصة بناتهم، حتى لما تلبس شيء جديد ولا تتمكد ما شيء، شنو مساوي انت؟ شال وجهه ما ادري. يا اخي سمعها الكلمة الحلوة ولا تبيها تسمعها من برا؟ احنا الأمانة يعني مستمتعين يمكن في بداية الحوار معاك ان احنا نوجه الموضوع لهذه القضية، لان هذه رسالة يمكن احنا اليوم انتبهناها، بان نوصلها ان الفنانين اليوم عندهم رسالة، يتكلمون بقضايا ويساهمون ب مو بس انهم يعرضون مشكله، ممكن يحلونها ايضا بطريقه خلينا نقول سلسه للمتلقي، سواء كان طفل او كبير بالسن. نرجع الى اجواء العيد. ايه زين، نسحبك حق العيد شويه. احنا اليوم خلينا نقول باجواء مختلفه، وانتم كفنانين الله يعينكم تلهون بالاعياد وبرمضان بالمسلسلات او بالاعمال بالاعياد وايضا برمضان. بالعيد عندك وقت تعطي عيادي وتكون شويه ويا الاهل، ولا دائما لاهي باعمالك؟ والله شوف، انا كل سنه انزل مسرح. صحيح. من انتاجي هالسنه ما صار العمل اللي انا بسويه وايد مختلف ومحتاج وقت ومحتاج لوكيشن معين، ما حصلت اللوكيشن، فدشيت مع فريق بالمخبر في مسرحة يوتيوبر هالسنه. قبل انا اعيد بالبيت ودائما اوزع عيادي على الفنانين. اهم فقره الفنانين. الفنانين اوكي. انا اخواني الفنانين، لانهم اساسا تاركين بيوتهم، وانا كوني كبير العمل فاقدم لهم عيادي، منهم حسين المهدي. انا اشوف بس لك احسن بعد شوي. اي كلهم الفنانين يعني كلهم ياخذون عيادي مني. صحيح. فهالسنه انا باخذ دور اني اخذ عيديه. غيرت الدور. لا هم يمكن اوزع عيادي، يعني ما ادري. مشكلة الحين اللي معاك تقول بيوتيوبر اصغر، يعني بحكم كلهم شباب. لا هم كلهم شباب. أيه. بس هو الكبير مو كبير بالعمر. أيه. كبير العمل. الكبير العمل اكيد. أيه. اكيد انت توك شباب اصلا. الله يسلمك. أيه. فهالسنه يعني ان شاء الله لي فرصه اني عايد. فالعاده شيء تلقى يعني اعطي المدام اقول له هذول عيادي فلان 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 فلان. حلو. هذول عيادي فلان 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 فلان. مجهزهم. لانه ما يشوفوني. أيه. واذا بيشوفوني تلقى اي اسلم على ما يوصلون هذول، انا لازم اروح المسرح اسلم عياديهم واطالعهم، يعني اشوفهم بالرده بالليل. أه. لان ما ابي اضيع عليهم فرحه انه يحصلون المبلغ. صح. عرفت؟ ف الله كريم، ناطرين اللي يعطينا عيديه ان شاء الله يستاهل. هي فرحه العيد مع اليهال بالعيادي، اليهال ينطرون الشيء، يعني مناطر من سنه لسنه. صح. بس انا حابه ارد شوي على المسلسل، وابي اسالك شلون كان تعاملك مع المخرج منير الزعبي؟ في قمة الروعة يعني أمانة. أستاذ منير لما يمسك نص هو عارف وين رايح، يعني بالصورة بالممثلين باختياره. يعني أنا أول ما جيت حق منير شافني جاي بدشداشة أفصلها خام عادي، مريت خياط تسوي لي شي شي شي، فشاف شي كان يقول لي لا يعقوب، كان كنت جاي حق مشهد، كان يقول وقفوا هالمشهد يعقوب تكفى يجيب لي دشاديش الجاهزه. يقول اي يقول لي وايد حلوه عليك الدشداشه، ابي دشداشه يعني الخام، تعب لي على الخام انه يكون مو ناعم، عشان لان الخام طايح على جسمك والتفصال، يقول انا ما ابي هالتفصال. فاضطريت اني اروح اخذ خام جاهز عشان اوصل
الشخصيه، وامانه يعني منير ملاحظاته في مكانها. ما يزعجكم كفنانين اليوم ان المخرج ممكن البعض انا اقول اليوم يشوف انه والله هذه الدقه بزياده ما تترك لي المساحه الكافيه ان انا اعطي الدور حقه؟ والله هذه تصير اذا كان في عدم فهم، يعني شلون ما فهمت يعني مرات واحد، انا منير يعني اشتغلت معه فتره اكثر من عمل، صار في نضج بالعلاقه، فاهمين بعض؟ اي يعني صار في نضج بالتواصل بيننا، يعني افهمه من عيونه، افهمه اليوم وهو مزاجه اوكي مو مزاجه مو اوكي. يعني خاصه اتابع الاخبار الرياضه اذا مدريد خسرانين يعني مزاجه مو اوكي. يضيق خلقه. يضيق خلقه كونه مدريدي. فالموضوع يعني وايد يعني انا احس وايد فاهمنا. منير الساد يعرف يدش حق الممثل. وبالنسبة حق الكاتب الدكتور حمد الرومي، حمد الرومي كتاباته أمانة يعني السنة أنا اشتغلت له عملين وأنا سعيد أني أكون أنا في العملين اللي قدمهم. العملين أول عمل يعني أول مرة تصير ويمكن لا أصداء كبيرة والناس مستغربة، يعني هم أوكي في سسبنس وأحداث، بس أول عمل من فترة كبيرة يكون من وجهة نظر الرجل اللي هو موضي، يعني كان من وجهة نظر الرجل لقضايا المرأة. صحيح. أنا عندي نص عمل في قضايا إنسانية، علاقات إنسانية، إسقاطات بطابع وايد راقي، إسقاطات يعني أنت تشوفون مثلاً عندي نص يعني الواقع اللي أنت شفته بالفن إن كون طلال تروح ان عندها ناس تبي تخرجه والصراع هذا ما في المجال الفني. المجال الفني يشبه اي مجال في شيء وزين، يعني لا تحط ببالك انهم قصدهم يقصدون الفن او هذا الفنانات كذي او ما شنو. لا لا لا، هذا اي مجال انت تشوفه اي واحد عنده ابداع صعب انه يدش. ودائما احنا عندنا في البلد عندنا مشكلة اللي مسيطرين على الأماكن الفوضويين اللي هو أصحاب الفوضى الخلاقة، يسوي فوضى. يعني أنت شفت يمكن المشهد المخرج يصارخ لا لا ما شنو لا تزعلون، هذا قاعد يسوي فوضى لأنه هو مو فاهم. صدقني اللي فاهم يبي الهدوء يقول لهم سكتوا خل أفكر. صحيح. اللي صارخ وايد ويناجر وايد هذا مو قاعد يفكر، هذا عايش بيشوف منه حضور وانصراف، يبي يشوف لابس ملابس، يبي يشوف قهوته جاهزة مجاهزة، مو ما عنده إنجاز، لأن اللي فكر يبيه الهدوء. المنير من الناس اللي يبي الهدوء. بس حسين المهدي ما يبي الهدوء وياك. أي. كل فيديوهاتي حسين المهدي يدور مشاكل. حسين لا، حسين مرات أنت تبي كسرة المود. هو دائما يكسر لك. دائما يكسر الجو. لا وأمانة توقيته صح لما يبي يكسر المود، لأن مرات إحنا ندش شوي تعبانين تنشن مشروع يكسر المود. هذه كسرة المود بالبزنس مرات يقولون يلا عشاء برا. صحيح. خلنا نجتمع ونسوي اجتماعنا في مكان. احنا كسرة المود هذه الكوميديا اللي تصير والمواقف اللي تصير من حسين المهدي. دائما يقول المشاهدين يعني يشوفون المشهد يمكن دقيقة ما يدرون ايش كثر الفنان يتعب على هالمشهد عشان يطلع صح. يعني كوني انا شوي مجربة مسلسلات مثلا عشان تطلع المشهد حلو لازم تعيد. والله شوف هو اللي اكثر واحد يتعب واول واحد يتعب المؤلف. يتعب صح في انتقاء الكلمات، يتعب في ترتيب المشاهد، يتعب في القضايا اللي بيطرحها. يعني انا يعني الدكتور حمد انا اوجه له تحيه، يعني انا ما كنت قاري نصوصه لانه ما حصل في مجال اني اكون في احد اعماله السابقه، بس فنان يكتب قضيه ما يكتب سرد ويلا خل نسوي متعب، ما يكتب انترتينمنت، يكتب قضيه. مو بس للترفيه، في ثقافه. اي يكتب قضيه، يعني في موضي قضيه كبيره. يعني الانسان اللي يكون مكسور يظل مكسور وقراراته تنبني على هالكسره. نفس الشيء في انا عندي نص يعني دورهم طلال لما تشوفونها صغيرة وما أدري شنو كان في عندها توجه وخط فقدت أمها قامت. صحيح. بالمسؤولية
اخوانها من صغرهم كانوا ينتقدونها وهذا، فالشخصيه تحجمت 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 واثرت عليها بالمستقبل. بس هي اثر على تظل الطيبه والاصل يظل موجود، صحيح، الصدق، الامانه، التلقائيه اللي عندها، الصراحه اللي عندها، العفه، صحيح، تظل موجوده. بس تظل تكبروا على نفسها يعني من التنمر، والناس يقول يعني والله من اهل الله، يعني هي تقول لا انا مو انا قاعد انجز، احنا مو ضد الكلمه من اهل الله، لا احنا ضد اللي هو ما وراء هذه الكلمه، صحيح، المعنى، صحيح، اللي عند الناس. انا عندي فضول تصدق، يعني بعد كل هالاعمال اللي قدمتها، اي هل في قصه معينه او شخصيه معينه ودك ان انت تتمثلها؟ يعني لشخص معين بالتاريخ، لفنان قديم، او ممكن كاركتر معين. ما ودي بكاركتر، لا ابي شخصيه. شوفوا خل اقول لكم شغله، فنان حالم يحلم باللي يبي يسويه. امانه احلامي صارت معقده حتى بعقلي، يعني ليش؟ لما اي اختار دور ولا ابي اسوي كذي، وايد احسب حساب الرقابه، وايد احسب حساب شلون اسوي العمل عشان ما تحس الرقابه، شلون. فأمانة انا عندي وايد قضايا ودي اطرحها، قضايا تهم البلد. ما في شخصيه، هو القضيه تصنع الشخصيه. بس ما في شخصيه معينه اقصد حقيقيه لا لا، كاركتر شكل معين. اي ما في، لا الكاركتر والشكل معين ترى يظل انترتينمنت. القضية هي الفن، هي الرسالة. فأنا يعني أنا غصبا عليك كثر ما تكون قضيتك قوية تعطيك الكاركتر القوي. صحيح. أما شكل يعني في فنان والله أنا ودي أبي دور أقرع، والله ودي لا، هذا شكل سوى أنت ببيتكم وتقبل شكلك، تبي السوقة انت اذا هو كان قصدي في بعض الفنانين يقول لك انا مثلا ودي، يعني الفنان عبد الرحمن عقل برمضان مثلا طلع في برنامج قال انا ودي مثلا امثل دور الفنان محمد عبده مثلا، اخذ قصه حياته واسويها كمسلسل او كفيلم او فهذا القصد منه. انا يعني انا اذا كان اشخاص معينين او رموز معينه انا حاب اني اسويهم، أمانة إذا بسوي ما بسوي الأشخاص نفسهم، بسوي أفكارهم، أفكار جديدة بالضبط. يعني الفكرة، يعني أمانة الفنان محمد عبده يعني سيرة جميلة، تاريخ، وصاحب إنجازات وأثر بالغناء خاصة بمنطقة الخليج، يعني أثر على مستوى الوطن العربي، أثر فينا. ف يعني استاذ عبد الرحمن يعني اذا يبي يسوي شخصيته، هذه الشخصيه تستاهل وتستحق ان الواحد يسويها ويسوي عنها مسلسل. واي فنان صدقني لما يبون على حسب القضيه، يعني صحيح. الفنانين يعني الكبار سووا السير ذاتيه. للاسف احنا تداركنا الوقت، واستمتعنا حيل بلقائنا وياك. نقول لك عيدك مبارك، واذا تبي تعايد احد ولا شيء مني منك. انتم اللي عيدكم مبارك. ايامك سعيد. وكل عام وانتم بخير، واقول حق جمهورنا كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. ادري انا كنت يعني العيد فرحه وانا كنت يعني اتكلم شوي جد. بالعكس اوكي، فرحتنا بثقافتك وجمال حضورك. الله يسلمك، وان شاء الله يعني راح يشوفون تكمله الرساله في عمل بالمخبه، اول عمل بالكويت هيب هوب وار ام بي ستايله، وعلى اكبر ستيج على الكويت برضه المعارض. وان شاء الله يشوفون وعيالهم اذا يو، ان شاء الله راح يستمتعون. موفقين ان شاء الله. ان شاء الله. كل الشكر لكم لحضورك. مشاهدينا مستمرين اكيد مع ضيوفنا، لكن بعد هذا الفاصل.